صباح خير نس الكل. اول حاجه نطلب من اي عبد مش مهتم بالحاجه اللي نقول فيها بربي اسمعوا للاخر. اليوم من اهم الايامات للناس اللي تتبع افلام مارفل ومنهم الناس اللي تحب سبايدر مان. نعرف باش نضر لكم حكايه بيزار، ما هذه اول مره تصير في تاريخ السينما انه ممثل بدل 3 مرات، وبعد فما اشاعه انهم باش يلموهم مع بعضهم. راي حاجه من وراء العقل، انه في 2002 فما سبايدر مان موفي اللي هو الممثل فيه توبي ماجواري، وبعد في 2012 اندرو غارفيلد، في 2016 في كابتن امريكا سيفل وور جي ممثل جديد اللي هو توم هولند. والناس اللي قاعده تقول واش بيحكي هكاك على كوميك برسوناج مش موجود، لازم تفهموا اللي حاجه هذي اقوى من شخص عنده قوه خارقه وسوبر باور، حاجه فيها قيم اخلاق دي فالور قويه مورز قويين على الاخر. وهذا علاش انا اخترت نعمل سينما في حياتي، على خاطر there is no limit in the cinema industry، وهذاك علاش انا I love what I'm doing من الاخر. My name is Peter B. Parker. I was bitten by a radioactive spider, and for the last 22 years, I thought I was the one and only Spider-Man. أهوا باش نكون معاكم واضح، راني جيت أكثر من ساعتين قبل الفيلم، معاش النجم، أنا وصحابي معاش النجم، وجينا الكل هنا على بكري، والثانية اللي هبطوا فيها تسكر نعرفش أنا 3 جمعات التالي، وحتى لينا صفة كاملة. اما نعرف انه برشا منكم ما خلطوش على تسكر، وانا عندي لكم فرصه ياسر مزيان. تخيل معايا انت اللي تتفرج في ستوري، تختار من صحابك وتتفرج في سبايدر مان نو واي هوم في سال بريفي لكم انتوما. حاجه سهله برشا، تفهم في سبايدر مان كليكي على اللينك هذا، جاوب على كويز بتاع سبايدر مان كنت تفهم فيه على الاخر، اللي هو في ابليكاسيون ماي اورانج. كل ما عندكش الاب تيليشارجيها، باش يصير تيراج وسور لثلاثه منكم باش يعيشوا الاكسبيرونس هذا وحدهم في سبايدر مان نو واي هوم، باتي تونس ولا سوسه من الاخر. يعني باش تعيشوا حاجه ياسر مزيانه، اللي هي برايفت فرجه باي اورانج، تتعدي لك كار للدار، تهزك انت وصحابك، تمشي تتفرج في الفيلم، وبعد ما تتفرج في الفيلم عندك سمارت فون بلاش، حاجه ياسر قويه باش تشارك عندك منها ل 20 ديسمبر، يعني شويه ايام. توا نحن داخلين نتفرجوا في الفيلم، حافله على الاخر. What the fuck؟ كيفك هذا الفيلم؟ أقوى 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 تصويرة بتشوفوها تو. والله لاني مبالغ، أما فيلمي بكي ياسين ميت حاجه من وراء العقل، ماشي والله ليه باش تتعاود، ما ينجموش يعملوا حاجه قويه بالطريقه هذه. تفرجوا في الفيلم راهو واو. وتحية كبيرة برشا لرشيدي طه اللي هو الجرافيك ديزاينر نتاع اخر تصويرة شفتوها، مش عادي يا مبدع يا مغربي يا مبدع، مكش عادي. واخر تصويرة هبطها راهي تلخص طفولتي الكل، تلخص قديش انا نحب سبايدر مان، والفيلم هذايا بالرسمي يلخص كل شيء. انا قلت كان الفيلم واو نهبطها التصويرة، والفيلم ماهوش عادي، الفيلم من وراء العقل. راهو شوف اللي يتفرج في الفيلم يمشي على البوست ويكتب شقاوله. What is it?